السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف الفيديو. معكم شريف من قناة الفهد توتوري. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكورد تراك في الكيوبيس. أنا بستخدم كيوبيس فيرجن 12. عشان نقدر نعمل كورد تراك بندوس رايت كليك في المنطقة دي وننزل تحت هنا نقول له آد كورد تراك، أو إن إحنا بندوس حرف تي في الكيبورد ونيجي هنا نلاقي دي مقفولة كده، ندوس هنا نفتح هنقول له Add Chord Track. اوكي، وهنحتاج ان احنا نعمل Track Instrument عشان نقدر نسمع الكوردات. طبعا اي آلة احنا هنختارها لمجرد بس يبقى عندنا صوت، نكون مفعلين زر التسجيل. نيجي هنا عند الكورد تراك، نفعل الجرايد، نفعل القلم، وهنيجي عشان نكتب الكوردات. هنعمل كده وليكن في كل اول مزور. طب انا فرضا عايز اكتب في نص المزور، يبقى اجي هنا وبدل البار اخليها بيت، يبقى بالتالي اقدر اكتب جوه المزور اربع كوردات. اوكي، طيب خلصنا مرحلة شفنا الاماكن اللي احنا عايزين نحط فيها كوردات. تعالوا هنا نروح دايسين دبل كليك على اول واحدة ونختار الكوردس تحت. هناخد مثلا دو ماينر 7. طيب احنا عايزين دلوقتي مثلا عشان نقدر نحط كوردات في سيستم شكله جميل، تعالوا نستخدم طريقة 251. 251 اللي هو ثانية السلم اللي احنا فيه وخمسته، ونرجع للأساس أو للأولى بتاعته. فاحنا السلم الأساسي بتاعنا هو سلم دو ماينر. التو بتاعته أو ثانيته هتبقى ري ماينر 7، تعالوا نخليها بيمول 5. الكورد اللي بعديه الخمسة هتكون اللي هي سول 7. الكورد اللي بعديه الوان اللي هي الأولى تو سي ماينر 7، تعالوا نعملها بتسعتها. تعالوا نسمع كده اللي تقال. وإذا حبينا إن احنا نعمل البروجريشن اللي احنا عملناه 251 ده نصوره على سلم تاني، وليكن مثلا هنصوره على سلم فا، ثانية الفا سول ماينر 7 بمول 5. اوكي، خمسته دو ماينر 7 بمول 13، والأولى بتاعته فا ماين. طيب هنا مثلا أنا مش عاجبني صوت الكورد ده، هل نشيل التاسع كده ونسمع تاني؟ اوكي، كده احنا عملنا الكوردات بتاعت. طيب حد ممكن يقول لي انا مش فاهم اصلا يعني ايه 251. 251 تعالوا نفتح اي كورد من هنا ونيجي هنا ندوس الكورد السيستم، ونيجي من تحت ندوس على السيركل اوف 5 دايرة الخمسة، دي الدايرة اللي قدام. هنبتدي نقول ان السلم الاساسي بتاعنا وليكن دو، كل ما نروح يمين بنمشي خمسة، نروح شمال بنمشي ربعة، دو خمستها سول والسول خمستها
ري ري خمستها لا ولا خمستها مي وهكذا. دائرة الرابعات دو ربعتها فا والفا ربعتها سي بيمول سي بيمول ربعتها مي بيمول مي بيمول ربعتها لا بيمول وهكذا. ده بس فكرة مبسطة دائرة ربعات ودائرة الخمسات. نيجي هنا احنا كنا حاطين دو ماينر سيف. اوكي احنا كده عملنا الكوردات. طيب عايزين ناخد الكوردات دي. انا واحد من الناس مثلا مش بعرف العب كيبورد, ازاي ان انا احط اقدر اكتب الكوردات؟ زمان كنا بنيجي ناخد القلم ونروح جايين هنا كده, هنعمل هنا مثلا, كنا بنيجي نفتح هنا ونروح جايبين القلم من هنا, ونيجي مثلا هنا نروح عايزين ناخد الدو, كنا نروح عاملين كده ونكتب وبعد الدو انا ماينر يعني مي بيمول, وبعد المي تلتة صول. طيب ده انا شايف ان هي طريقة قديمة جدا وطريقة بدائية جدا ومش منتجة, ما تسعفش معايا في الوقت, تستهلك وقت كتير. بعد ما كتبت الكوردات هبتدي ان انا اسلك عليهم كلهم, اسحبهم وهبتهم في تراك البيانو اللي عندي. نبتدي نسلك كده نعملهم له ونبتدي نسمع احنا قلنا ايه. وبكده كنت انتهت حلقتنا النهارده. سعدت بيكم وارجو ان احنا نكون استفدنا مع بعض. لو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك وشير وبيكم معانا استنوا النهارده. السلام عليكم. We'll be right back.